السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن توقف الدراسة بعد العطلة، إذن كما كتشوفوا استمرار الإضراب بعد العطلة هو كما كتعرفوا أن المشكل اللي كاين دابا في التعليم عارفه الكبير والصغير. أي واحد سولتي شنو المشكل في هاد الأساتذة كيقول لك بأن كاين واحد النظام أساسي مجحف ظالم، فيه عقوبات، فيه كثرة المهام، فيه يعني ما فيش تعويضات مالية، يعني وفيه أن الخطوة اللي مهمة اللي بزاف اللي فيه هي هو الباب الأول في هذا النظام الأساسي اللي حول الأساتذة الرسميين خلاهم بحال المتعاقدين، بقى سميتنا موظفين ولا سميتنا موارد بشرية، لا حنا لا المديرين لا المفتشين، يعني شدنا من موظفين عموميين حولنا إلى متعاقدين. هذا الباب الأول. دابا حنا شهرين حنا كنتسناو باش يفكوا معنا المشاكل، اليوم كيجتمعوا باش يقول لك غادي نزيدوك فلوس. حنا هاد الفلوس من حقنا، ولكن الأول أول شيء راه هو هل النظام الأساسي خصو يتبدلو فيه البنود ويتسحب كاع ويتلغى كاع؟ شنو المشكل؟ ولكن هما بغاو هل التعليم هذا يخرجوا عليه وبغا يدير بير الخصوصي. إذا في ظل هذا الاحتقان أصدرت النقابة ديال الثانوي، يعني التنسيقية الخاصة بالثانوي التأهيلي، وأعلنت شو كيما كتشوف هنا بيان المجلس 8 دجنبر 2023، يعني اليوم إضراب وطني 13 14 15 16، يعني الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، يعني غتقراو 2 و3 وعلى بال الثانوي. ولكن كونوا أكيد أن النقابات الأخرين حتى عفوا التنسيقيات الأخرين حتى هما غادي يديروا نفس التاريخ. علاش داروا هاد المرة السبت؟ بداو من الاربعاء، هذا لان السبت غادي يكون فين هذاك المباراه ديال التعليم. الناس اللي بغاو يديروا المباراه ديال التعليم يوليو اساتذه غتكون نهار السبت، وبالتالي احنا الاساتذه كيرفضوا انهم يديروا الحراسه لهاد المباراه. ما يمكنش، لان هاد الدوله كتفلى. واش وزير التعليم وليداتنا ما كيقراوش؟ وزير التعليم الان فين كاين؟ دابا وزير التعليم كاين في الامارات مع راسو، اجا قرب يكمل اسبوع. اذا كما كتشوفوا هنا غادي يكون يوم 2 و3 انعقاد المجلس الوطني. هذا هنا هذا هو اللي قرر بالقنيطره، خلاص الى التضامن لا مشروط تذكير بكذا. اذا احنا اللي كيهمنا هنا هو 13 14 15 16 كاين اضراب، عاد زيدوا لكل الوقفات ديال 2 و3 كما غنشوفوا هنا في البرنامج. يعني هذا بالنسبه للثانوي الاعدادي وابتدائي، راه داخلين في النقابه الاخرين راه غادي يكون نفس البرنامج النضالي، لان هاد الناس هادو بالعكس. دابا هاد الاضرابات ديال الاساتذه بينت لكم هل ان هاد الحكومه هادي ما كتبغيش التلاميذ وطلبه ديال المغاربه فقراء في العمومي. كتشوفوا التعنت ديالها خارج اكثر من 200 الف استاذ كتناضل وسمحوا في الاقتطاعات ديالهم. كاين اللي تقطعت ليه 4000 درهم، كاين اللي 5000، كاين اللي 3000، كاين اللي 2000 درهم، ومازال غادي يقطعوا. هاد الشهر تكون كارثه الا قطعوا، عاوتاني داروا اقتطاع اللي هو ماشي من حقهم كاع، القانون ما كيسمحش لهم يقطعوا، ولكن قطعوا ومع ذلك ما استجبوش للاساتذه. يعني كيقولوا لك هاد التعليم عندنا ما نديرو به، اللي بغى يقرا يمشي للخصوصي، يعني ما مسوقينش، مع العلم ان اهم مطلب قبل الفلوس هو شي حوايج اللي ما غيكلفوش الدوله فلوس، ما غاديش يكلفوك فلوس. شنو انت ضروري تشد الاستاذ، يعني دير له تعسف ودير له العقوبات وتكثر عليه خدمه ماشي خدمته يديرها، ويخدم خارج اوقات العمل ديالو، ويخدم بحال حاجة تخدموها في قطاعات اخرين كياخدو تعويضات، نقول له خدم فابور. حنا كنا كنخدموها اصلا تطوعا، كنديرو مسرح، كنديرو انشطة، نديرو مسابقات ديال الرياضة، كنمشيو مع الوليدات، كنهزوهم في السيارات ديالنا والله شاهد على ذلك. وفي الاخير يجي يقول لك لا غدير هادشي بزمنك وهادي، ويدخلوك يحيدوك من موظف عندنا 30 عام ديال العمل، يجي يحيدك من موظف عمومي، يهزك يديرك في التقاعد، يعني يديرك في التعاقد، يعني انت وليتي الدولة هذه السيبة.
إذا هنا إضراب حضوري بالمؤسسات الأربعاء والجمعة والسبت. لاحظوا التنوير كيحضروا المؤسسات في هذه الأيام ديال الإضراب ديالهم، ما عدا أن نهار الخميس، الخميس يكون كل المسيرات والوقفات. الدعوة استمرار في تسجيل الوقفات، يعني اثنين وثلاثة ما غاديش كل خدمة، يعني كيبركو كي الساعة الثانية والثالثة صباحا ومساء، يعني جوج سوايع في كل نصف يوم، يعني ما كاين راه مشاكل. صافي صافي، هادو باغيين يمشيو يوصلونا لسنة بيضاء، صافي ووليداتنا غيضيعوا. إذا هادشي كله هنشوفوه هنا باش تفهموا. هو هل مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، حنا الأنشطة المدرسية كنا كنديروها ما كناخدو لا تعويض لا والو. إنسان كتمشيو للثانوي كتلقاو شي أساتذة متطوعين كيديروا مسابقات، كيديروا مسرح، ماشي بالضرورة كلشي غيديروا بطبيعة الحال. كاين الأساتذة اللي ما عندهمش ميول ديال هادشي، المصاحبة التربوية هادي بغاو يفرضوها علينا خارج أوقات العمل، التعليم عن بعد بغاوك سيدي تشري تا واحد البيسي ودير فيه الكونيكسيون من فلوسك، وتبقى تخرج من القسم وتمشي للدار وتبقى تتواصل مع التلاميذ. بحال ولك التلاميذ انت داير ليهم اصلا عطيهم بيسيات باش غادي يتواصل معاهم، انت الاستاذ شاري ليه البيسي ديالو، شاري ليه كتخلص ليه الكونيكسيون، هذاك الوقت اللي يخدم خارج. هادو المقاطعة، اللقاءات التربوية يعني كيكون لقاءات مع المفتشين وهذا ما نطلق. صافي هادشي مقاطعة تيتحل في الزيارة الصفية ديال المفتشين، تظاهرات رياضية. لاحظتوا أن مثلا في الإعدادي والثانوي كانوا شي تلاميذ كيمشيو يشاركوا في العدو الريفي، في شي رياضة جماعية بحال كرة اليد، كرة السلة، كذا. ما بقاوش هادشي غيكون، غنحبسوا استقبال الأساتذة، كيصيفطوا لينا بحال مثلا الطلبة المتدربين يلاه كيتدربوا باش يوليو أساتذة، كيجيو عندنا كنواكبهم، كنقدموا لهم نصائح وكتبقاو معاك في القسم. ما كانوا كيعطيونا حنا تاريخ، يعني انا تقريبا ثلاثه المواسم كنشد نستقبلهم فابور. هو كاين تعويض خارج لهم، حنا ما كيوصلناش. يلاه العام اللي فات بداو كيديروا هذا التعويض، ومباريات الاولمبياد جميع يعني ديال الرياضيات وهادي، المجالس هادو مهم، وجمعيه دعم الناس الجمعيه الرياضيه، العزم على التصعيد في اشكال. المهم اذا اللي مهم هنا هو انه كاين اضراب نهار 13 14 15 16، وزيدوا الوقفة ديال اثنين وثلاث، يعني ما كاين والو، يعني انا لله وانا اليه راجعون. الله يحفظ. صافي.